مرحبا عائلتي منتشات، كيفكن؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. فيديو اليوم كتير مهم وكتير حلو. اليوم عيد ميلاد ميرا. واو، اخيرا ميرا صار عمرها 4 سنين، فاليوم رح نحتفل بشو بعيد ميلاد ميرا. ميرا كتير متحمسة. انا متحمسة اكثر منها. طلعت البالونات. سر البالونات؟ لازم نطلع. طيب اوكي، ما نطلع بالونات. بعدين رح نفرجيكم ابديت، رح نفرجيكم زينة كيف صارت، رح نفرجيكم كمان كيكة ميرا. كيكة ميرا اجت خبيناها بالمطبخ حتى ميرا ما تشوفها. على شو عم تطلعي؟ عم بشوف لانه ميرا عم تحوص بدها تروح تشوف الكيكه، بس انا ما عم خليها تشوفها لانه هيك بدي اياها تتفاجئ بعدين. بشكل ميرا لما بتتفاجئ كثير كثير حلوه. يا جماعه ما بتتصوروا كيف بتصير كيوت لما كان بتتفاجئ. كان بدي نصور رده فعلها على الكيكه، فمشان هيك ما خليتها تشوفها. هلا هلا مع بعض رح اخليكم تشوفوا رده فعلها على الكيكه. اوكي يا جماعه، قبل ما نبلش احتفال بعيد ميرا اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان ما تنسوا تفجروا الفيديو لايكات. يلا نشوف اوتفيت ميرا وكيكة ميرا والديكوريشن ميرا. يلا ليتس جو. هاي هاي يا بابي. اليوم شوفي عندك، شوفي اليوم عندك ميراز اند بير بيرثدي. واو، ار يو هابي؟ ياه. هابي كثير ولا شوي هيك؟ لك ستابيتي. اي سي. يلا تعالي نفرجيهم ديكوريشن. يلا تعالي. ترى حبيتي؟ Do you like it? ها؟ ياه. خليني اشرح لكم ثيم العيد ميلاد. ثيم العيد ميلاد بيكون برنسس، اوكي؟ اي شيء له فايب بالبرنسس اميره، انه هاد فايب اميره والوان الاميرات مع تاج مع اسم ميرا، اوكي؟ قولي لهم السبب ليش الفايب برنسس؟ شو السبب؟ شو السبب؟ لأن ميرا هالكم يوم عايشة حالة البرنسس، مفكرة حالها أميرة. ميرا صار لها هالكم يوم بس تلبس فساتين وبتعمل هي الحركات. من أول ما تفيق بتلبس فساتين. هي الفترة، فأنا قلت لازم أعمل لها ثيم أميرات لأنه هي خليها تعيش الدور عن جد. فسوينا لها أول شيء ثيم عيد ميلاد على شكل برنسس، وكمان هلا بتشوفوا الكيكة كمان على أحلى شيء. Are you ready؟ شوف الكيك؟ يلا كلوز أيز. يلا تعال. كلوز يور ايز. تعال جيبيها لهون بيبي، خليها تسكر تغمض عيونها. ايه جيبيها. واو، يو لايك ات؟ ياه، يو لايك ات؟ اوكي، مصممت الكيكه، اشرحي لنا شوي على الكيكه هي. اوكي، سو اخترت ديزاين الكيكه انه تكون على شكل قصر، اوكي؟ لانه ميرا اميره وهي اجواء، فهي لازم تدخل القصر، يعني فهمتوا الاجواء. ما في داعي اشرح كثير. خلصتي شرح؟ هون في عنا ثلاث ثلاث شو هدول شو بسموهم بيبي؟ قلع. ثلاث قلعات. خلص بطلنا نشرح لكم. لا 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 جد. هاي ادم، شوفوا مين اجا، شوفوا المشاغب، المشاغب. شوفوا يا جماعه المشاغب هذا حاطط عينه على الكيكه، كيف بدي يخربها؟ ومو بس لا شوف ادم ادم بابي نو نو نو، ما يصير نلعب بالكيكه. اوكي اوكي يا جماعه، قررنا نشيل الكيك من هون لاني ادم ما راح يتركها بحاله. الكيكه كثير مغريه بصراحه، وفيها من هون ايس كريم، وشكلها شكلها بشهي، شكلها بشهي. هذا ماما. طلعوا طلعوا شكل ميرا. الله صحيح، احنا حاطين الكيكه هون يا جماعه، بس الكيكه ما زالت بخطر. ادم عنده طرق عجيبه حتى يأذي، طرق عجيبه غريبه. مثلا يجيب كرسي يطلع عليه وينكش الكيكه ويطلعها. اوكي جاهزين تشوفوا اوتفيت ميرا؟ هلا رح تلبسي الاوتفيت؟ لا مسا بكير. اوكي هلا شو رح نفرجيكم اوتفيت ميرا واوتفيت ادم. ترى تصميم لا مين مصمم مصممه؟ بيبي طلع طلع. شو قلت لكم؟ لا 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 لا. شو كنا عم نحكي من شوي؟ شو كنا عم نحكي؟ صار مثل ما حكينا يا جماعة، نحن نسيانين انه في كرسي بالمطبخ، طلع على الكرسي وخرب الكيكة. بدك الكيكة يا عمري؟ فيك تستنى شوي بابي؟ يا بابي وحياة الله لما قلنا رح يطلع الكرسي، نحن شو عاملين؟ كل الكراسي الموجودين بالصالون وطالعينهم لبرا، يعني ما في أي كرسي موجود حاليا بالصالون، بس كرسي واحد نسيانينه بالمطبخ طلع عليه ونكش الكيكة. يلا رجعي قومي فرجينا الفستان واحكينا من أي مصمم عملتيه. آه، أوكي.
تفاصيل وين رايح هذا؟ اوكي اميرة ثواني بيبي عادي عادي طيب اوكي هذا دريس ميرا اوكي وهذا التاج هي واو أميرة. واو شو هاي اوتفيت ادم بيسك لانه اليوم مو عيد ميلاد انت مالك حاسه انه دائما بنجيب له الوان البيج لادم بعدين انا وشاهد شو عم نعمل عم نتحايل على ميرا حتى تطلع لفوق لاني انا وشاهد رح نغلف لها الهدايا تبعها بالزور اللي اقنعناها يلا بابا باي باي بابي يلا استنينا فوق اوكي بابي واخيرا شاهد اقنعتها حاسه انه في شيء رح يصير فمشان هيك مش حابه تطلع لفوق ماما وين كيس ماي خلص الطبان اوكي هديه تميره لا لا يركب عليه ينكسر هذا اول ما لسه بس تقعد هيك خلص راح البسكليت هلا لازم شو نغلف البسكليت شوفوا قد ايه حلو كثير حلو بس صار لي ساعتين كيف رح تتغلف هاي بدها اختراع لا لا ما حن يعني بس هيك فوق انا ايه بس يعني اونلي هذا البسكليت هدية الأكبر في كمان هديتين تانين بس هذولك هيك صغار صايرين ليش جبنا بسكليت لأنه ميرا صار لها قدي صار لها بدها بسكليت صار لها فترة كتير طويلة شهر ممكن ايه بسكليت بسكليت وحصرا يكون شو بسكليت يونيكورن حصرا ايه. غير هيك ما بزبط هذا مش يونيكورن لأنه ما حاولنا نلاقي الألوان تبع يونيكورن ايه حاولنا المهم ان شاء الله يعجبك ألوانه يونيكورنية بس هو مش يونيكورن الفكرة براسي كانت أنا هذا اللي بدي أسمعه يعني أنا كتير حبيتها وهي براسك الفكرة لما طلعت من راسك ما حبيتها خليها براسك خليها كيف بدك تلفيها طيب هي ما بتلف وراح تنشأ وراح يصير فيها مشاكل كتيرة عادي عادي هيك بيبي أنت مالك فهمان مالك فهمان أوكي فهمت عليك أي شيء بس هيك نحط غلاف عليه وخ إن شاء الله هيك والله بس إنه نخبي واو التغليف تبعك واو بجنن بجنن واو 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 اذا بتحضروا انتم اذكياء شوفوا التغليف بجنن اكتبوا لنا بالتعليقات يا جماعه شو هي الهديه لازم من هون اكيد صعب تحزروا ولا الهديه خلينا نجهز شعر ميرا اوكي مثل ما بتعرفوا انتم انه شعر ميرا كيرلي سو رح نسرحه اليوم مع انه عيد ميلادها وهيك فلازم يوم نعمل شيء سبيشل نحط هيت بروتكتور نحمي الشعر من الحرارة why is this mommy it's heat protector اوكي سويت شعر ميرا ستريت وهلا هون بلشت بالكيرل شايفين كثير حبيت خلصنا الكيرل شوفوا عمري مين هاي you look so pretty I wanna put on this one put on the crown بدها تحط هذا شايفين هذا التاج رح نحطه اليوم wait فرجينا الشعر شوفوا انا فنانه انا شو فنانه spin around واو هذا الشعر هيك صار هيك شكله من ورا شوفوا من ورا مامي كثير طلعت كيوت ميرا اول شخص بالبيت جهزت حالها انا جهزت الميك اب اوكي شو ضل عندك انه اغير عرفتي شو بدك تلبسي ولا لسه؟ ايه نفس لون الميك اب شوفوا شكل ميرا شوفوا الكياتة شوفوا واو يا عمري واو كيوت يا عمري انت ايوه حركات كمان يلا 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 like a princess like this طلع بتجنن ما شاء الله عم ناخذ جلسه تصوير شوف حركات ميرا الكيوتة يلا يلا واحد اثنين ثلاثة يلا look so cute Ha
لا شايفين الموديل ولا مش شايف انت؟ اوكي حطينا كم شغله على الطاوله لحد الان. وصيت الاكل ساعه بده ليجي كمان راح احطه على الطاوله. شوفوا شوفوا على اساس مع كل تشكشك انه هي بتعمل شيء. بوز. الله الله عليك. الله هاي مصدومة من الهاي. انت شو صار لك ملك شفتيها؟ شعرين. انت امبارح شفتيها؟ واو واو عم تعمل هيك فستانة. Show them your dress. Show them your dress. واو واو ماي جاد ميا. او ماي جاد سو بريتي. او ماي جاد از ذس ميستيك اون؟ يا اي لاف ات ميستيك. او ماي جاد عملت لي مقلب انه عم تصور غدا. شوف حركاتها. وين الكاميرا؟ قلت له وين الصور؟ قال هير. او ماي جاد مينا برنسس. او ماي جاد حركه الموديل حركه الرجلين. ار يو هابي؟ اتس يور بيرثدي. يلا تعالي نشوف هداياكي. يلا تعالي تعالي جيبي لك كثير هدايا. يلا تعالي. سو ماني جيفتس فور يو. واو شوفي. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11. رقم 6 مو موجود. 12. واو طلع معها جديه. يلا قولي لهم ثانك يو. ثانك يو فور ذا جيفت. 9 شلون طلعوا 12 معها؟ It's a car. It's an airplane. هاد براد. لك شو هاد؟ أنا بقول غسالة. مو مميز. It's a car. أيش هاد لك؟ هاد يونيكورن. فكرت اليونيكورن أول. Your car or my car? What is this? What is this? It's a car. واو واو واو. It's a bicycle. It's a car. Open open. I love it. ما بعرف. This for you. Well. يلا بدي اشوف هاد الجلعة هدايانا. يمكن لأنه مو مفتوح بيبي ولا شو؟ ما بعرف. You want to open the gift? Open gifts or cupcake? Open gifts or cupcake? Open gifts. يلا يلا. واو. شو تأخير وما تأخير ريما. تعرف يا خالو بزنس شركات. كبرانة شغلتك أنت. بس يعني بالأخير بالنهاية إلا ما جينا. أو بعرف. عيد ميلاد خالي يعني طبعا ما أحضر. Are you ready? Three. Are you ready? Look. انه عادي مو متوقعته هي يعني انه ذاتس ات. يا احلى 2 1 go. اه اتس ا برنسس دريس. هي دي الهدايا بجد. هي دي الهدايا والله يعني انه هي على قلمها. والله ار يو ريدي. واو ايو ما شفت الاصفر. بس يس ما شفت الاصفر. واو يا كولرز بيربل. يس واو كولكشن. ار يو ريدي؟ واو شوف لسه عم بحط الاشياء النكست يعني. اوه ماي جاد سو نايس. اوه ماي جاد
واو 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 لا هي ملعوبه يا احلى هديه واو 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 يا ترو Are you ready? Yes. Okay. Wow. No way. Mistake. Mistake. Wake up. Yes. 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 For me. It's for Mina. Yeah. For Mina. I put it here. Okay. It's unicorn pants. Unicorn pants. It is for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. يلا واو تمور ياي برافو كات ذا كيك يا كيرفول 3 2 هاي بتلا تشوكي اوكي يا جماعه واخيرا خلصنا الاحتفال بعيد ميلاد ميره البيت كله اتدمر من هدايا ميرا من الاكل عندي تنظيف وترتيب هلا حمله بعد العيد ميلاد اول ما جبنا لها بسكليت ما كانت تقدر هلا ما شاء الله صارت تقدر برافو بابي جود جاب برافو برافو خليها تطلع برا ومكان هيك كبير اوكي يا جماعه المهم هيك وصلنا معكم لنهايه فيديو اليوم ان شاء الله يكون عجبكم عيد ميلاد ميرا البسيط هيك الكيوت الحلو واخيرا ميرا صار عمرها 4 سنين ان شاء الله عبال عيد ميلادك كمان وعيد ميلاد ادم وعيد ميلاد في عنا ميرا في عنا تخرج ثاني رح نعمل لكم فيديو ثاني لتخرج ميرا من روضه قبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس التنبيهات وكمان ما تنسوا تفجروا فيديو لايكات نشوفكم فيديو جاي يلا باي